معانا جهاز زي جهاز كشف الكذب. الله لا ما الله تعملهاش معايا اللعب دي، لا لا بلاش ما احنا يعني مش هنفضح قوي. لا لا دي فضايح. لا اوكي. فضايح، لا فضايح، لا ومش انا اللي هتكلم، دي اللمبه هي اللي هتقول. كمل يا مش مارك، هي مش هتتكلم، بس كمل هي يا مارك. اتاكدي ان اللمبه طبيعيه. لمبة طبيعية، يا لمبة طبيعية، لمبة لمبة اهي، اي ازاز لمبة عادية مش محروقة كمان، سليمة هتنور. هتنور. اوكي طيب معانا هنا مشبك. ايوه امسك المشبك كده. اوكي اوكي احنا هناخد دي، اعمل ايه؟ خليكي ماسكه زي ما انا شاور بتقول كده. هناخد دي نحطها اللمبه، نقفل عليها، نحطها في الكيس ونقفل عليها عشان ما يقولوش ان انا بنورها مثلا بحاجه في ايدي او كده. فاحنا هنقفل عليها بالمشبك كده اهو. امسك اللمبه كده من هنا. انت هتقفل الكيس صح؟ هقفل الكيس عشان هو المشبك كده انت اهو. هتقفل الكيس، ما هو مفتوح. احنا قفلنا بالمشبك اهو اهو. انت هتمسكي من هنا برضو. طيب ماشي. خلاص نسيب الكيس، امسكي من هنا من اخر المشبك. طيب اوكي ها خلاص نسيب من هنا. ها. طيب احنا دلوقتي هنسألك شوية أسئلة. اوكي طب تعالى كده عشان تطلع في الكاميرا، اوكي يعني خلينا كده اهو اوكي صح احنا كده. هنسألك شوية أسئلة، اه هتجاوب عليا او هتفكري في الإجابة. الأول هتجاوب عليا، بعد كده هتفكري في الإجابة. اوكي طيب جيتي الاستوديو الساعة كام؟ جيت 3:15. طيب نغوط في الأسئلة أكتر. اه اوكي آخر اسم كنت بتفكري فيه؟ انا اقول الاسم؟ مش عايزة اقوله. ليه؟ طب اكذبي. اكذب؟ مفيش مفيش ايه انت ما كذبتيش. انا ما كذبتش، انا ما هتقولي حاجة؟ كذبتش، لا ما قلتش حد. سكي يا ابني انت راعبني ليه كده؟ ما في ايه؟ تقلقيش. ما دام ما كسبتيش يبقى الدنيا امان. ما دام ما كذبتش اهم حاجه ما نكذبش. اوكي حد عنده تفسير للي بيحصل؟ هنطلع كيس. حد يقولي تفسير؟ احنا بنزرع الدعامه حاليا من داخل كيس الصفر، يعني الجرح بتاعنا يبقى في جلد الخصيه اللي هو اصلا متعرج ومش هيبان فيه اي جراحه. غير كده الالتئام بتاعه بيكون اسرع وما بيحصلش فيه انفكشن، ما بيحصلش فيه عدوى، وما بيحصلش فيه اي مشاكل. كيس اهو، خدي حطي اقفلي على اللمبه، حطيه في اللمبه. كيس عادي اهو، ولا ادنى انبهر، عادي. تمام. هتري ان هو انت قفلت عليها؟ اه. هتكدبي؟ لا قفلت. تمام. قفلت مش بكذب. تمام. اوكي احنا هنجيب حاجه من هنا. الكيس ده خلاص مش محتاجينه. اوكي طيب هنقفل المشبك. تاني؟ ما هو المشبك اتكسر، احنا هنحاول نقفل كده من فوق. اوكي طب نحاول نقفل دي، دخله من هنا اسهل. طب ماشي امسكهولك بقى. امسكيه بقى من هنا. طب. لا لا امسكيه، هنطلعه كده لفوق. امسكي من هنا كده. اوكي لا لا نسيب دي. اوكي طيب احنا كنا بنقول ايه؟ ما اخر سؤال، حاجة لسه. اخر سؤال ما قلناه ما جاوبناش. سيبيه دي، اخر سؤال ما جاوبناش عليه. امسكي اهو. طيب هي بتعمل ايه؟ يعني مش عارفه. طيب اخر سؤال، اكدبي او ما تكدبيش، قولي اللي انت عايزاه. اه قولي اللي انت عايزاه. طب انا مش فاكره، انا نسيت اسمي. طيب انا نسيت اخر اسم كنت بتفكري فيه؟ بابا. الله.
ده اللمبة اتكسرت. ما هي كان المفروض لو كنت كدبتي كانت نورت، بس هي فولت عالي. ده عشان انا قلت الحقيقة؟ طب ولو كذبت؟ ايه ده؟ لا انا اتفزعت. وبعدين؟ بعدين نعمل حاجة أحلى.